ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه فسكت الله به الامه، وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم ارزقه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحفاده واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه الاحباب الكرام الاعزاء، وقلتم جميعا وطاف منجاكم وتبوأتم من الجنه منزلا. واسال الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع الكريم المهيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه المصطفى في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، ان الاسلام قادر. هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك، في هذه القرون العظيمه الرهيبه التي تمر بها امتنا. وكما تعودت حتى لا يمتحن لقاء الوقت من بين اجلينا سريعا، فسوف اردد الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان الرقاق في العناصر الثانيه. اولا، واقع الحديث. ثانيا، ولكن الاسلام قادم. ثالثا، منهج عملي واسع التنفيذ. فاعيروني القلوب والاسماع جيدا، والله اسال ان يقر اعيننا لمنظر الاسلام وعلم الموحدين، وان يجري قبور قول المؤمنين، انه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. اولا، واقع الحديث. احب الاستواء، لقد ابتليت الامه الاسلاميه بنكبات وازمات كثيره على طول تاريخها، مرورا بازمه العده الطاحنه والهجمات التتريه القاسمه والحروب الطائفيه الطاحنه. لكن الامه مع كل هذه الازمات كانت تمتلك مقومات النصر من ايمان صادق وثقه مطلقه في الله واعتقاد بهذا الدين. فكتب الله جل وعلا لها النصره والعزه والتمكين. ولكن واقع الامه المعاصر، واقع الحديث، فقدت فيه الامه كل مقومات النصر بعد ان انحرفت الامه انحرافا واضعا عن منهج رب العالمين وعن سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انحرفت الامه ووقعت من شيطان الملك المسلم بين منهجها المنير وواقعها المؤمن المنير. انحرفت الامه من جانب العقائد والجانب التعبدي والكادر التشريعي والكادر الاخلاقي والكادر الفكري، بل وحتى في الكادر الروحي. وما تحياه الامه الان من واقع اليم
وقع وفق كل العبادية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحاكي هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما جعل لنفسه من مقومات المعاناة بل ولم تعد الأمة إلى عشقها وملكها إلا وفق هذه السنن الذي لا يجري معها تعسر الأنبياء ولا وهم الأصفياء. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ووالله لقد غيرت الأمة ومن جلت في جميع الجوانب غيرت الأمة ومن جلت بل لقد وقعت الأمة في العصر الحديث في المنكر الأعظم الذي ما خطا للمسلم من فتك على ذلك الا وهو ان نحت الامه سريعا كبير المتعال وسريعه سيد الرجال وحكمت في الاعراض والاموال والقرون والدماء القوانين الوضعيه الفاجره من وضع معازيم البشر على وجه الارض استبدلت الامه بالعليم معرى وتسق عيبا ترى وذو رحيق مختوم حريقا وحريقا محرقا مدمرا وظلت الامه انها يوم ان تحت شريعه الله وشريعه رسول الله وراحت لدوحه وراها الترك الملحد ترى ووراها الارض الكافر تارك اخرى ظلت الامه المسكينه انها قد رتبت اوائل النجاه فغرقت الأمة وأغرقت وهلكت الأمة وأهلكت ولن تعود الأمة إلى سيادتها وإلى نفعها إلا إذا عادت من جديد إلى فضل عشقها ودفع شرفها ومعين شرفها ومعين مقامها ووجودها إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وإلى سنة الحديث نبيها صلى الله عليه وسلم. وأصبحت قطعة واستباحة لكل أمر الأرض وفضلت الأمة أمر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في حديثها الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوسف أن تتباعى عليكم الأمم كما تتباعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أولاً قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غزاة كغزاة السيل، وليمسكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وتحكم الامه كلها
من أن هذه الصادقة المنظورة التي
التي كشفت علينا المشرقا. وهذا هو عنصر الاسلام، ولكن الاسلام قادم. هذا وعد ربنا رغم امس المشركين والمنافقين، وهذا وعد نبينا رغم امس المشركين والمنافقين والمشركين. ان الاسلام قادم، ان الاسلام قادم يا شباب. نعم انا اعي ما اقول، واعي واقع الامه الذين ذكرت الاختصار، ومع ذلك اؤكد لكم جميعا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. بالايمان لا تهنوا، بالايمان لا تحزنوا، بالايمان انتم الاعلون. والله انني لاعتقد اعتقادا جازما انه لا يوجد على وجه الارض ابدا ثور النقص حتى نرى بما نراه الان من تهديدات، لا للعرب بل للامه كلها. اقول ان هذا الشر سيجعل الله جل وعلا فيه خيرا كثيرا، كما من امله نرت في الامه الا وجعل الله تبارك وتعالى سببا لقوه الاسلام. ما من ابتلاء الا وجعل الله سببا لتمحيص الصدق وسببا لتمييز الخبيث من الطيب. قال تعالى: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يحسنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد ذكر سلطان العلماء الامام العز وعبد السلام في الكلام سبعه عشر فائده، سبعه عشر فائده ذكر هذه الفوائد كلها في الملاك. فلا تظن ابدا انه مع هذه الهجره سيكون الاسلام وسينجح المسلمون. لا لا والله، لقد هجم القرابطه على المسلمين في بيت الله، ونفتح الطائفين حول بيت الله، واقتنع ابو طالب القرطبي الخبيث المسلم الحجر الاسود من الكعبه، وظل يطوف بأعلى صوفه في صحن الكعبه. وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ انظر إلى هذه الفتنة العاصفة على كل مسلم. وظل الحجر الأسود بعيدا عن بيت الله ما يزيد على 20 سنة، ومع ذلك رد الله الحجر ورد الله المسلمين إلى دينه، وانتصر الإسلام على القرائط كما تعلمون. وخرب وظلوا يسبحون ويقدرون الارض الى يومه حتى انتهى الكلام على بلاد الجبال. ومع ذلك رد الله المسلمين الى الاسلام واخزى الصليب النيل والكفار وهزمهم ثوره هزيمه على امن الصادقين المخلصين الابرار. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، لكننا نريد الايمان، نريد ان تحقق الامه الايمان، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تذكروا معي قول رب العالمين: يريدون ليطفئوا الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ما يزيد على 150 تريليون من الدولارات انفقت في حرب الحاد والتسعين، وماذا النتيجه؟ ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. ما زال الاسلام، بل لا زال الاسلام قويا سابقا، وسيبقى الاسلام قويا سابقا. اين السماء؟ اين الصليبيون؟ اين المسلمون؟ بل اين فرعون؟ بل اين هامان؟ بل اين اصحاب الاخدود؟ ان كل من عاد الاسلام هلك الجميع، وبقي الاسلام وسيبقى للاسلام.
الحقوق. لا يتحرك أحد الإسلام. من نحن قد نمنعه من الخروج للدعوة إلى الإسلام؟ لا يتحرك أحد الإسلام. ولو قتل الإسلام ما يقدر لأي دين على وجه الأرض، والله ما بقي على وجه الأرض إلا الإسلام. الإسلام لا يتبنى قضاياه الكبرى أحد إلا على مستوى الأفراد. أسأل الله أن يجعل والده من الصالحين. الإسلام لو قتل لا يقدر لأي دين على وجه الأرض، والله لن يبقى على وجه الأرض من الأديان إلا الإسلام. أيها الأحبة الكرام، في الثالث والعشرين من رمضان الماضي التقيت برئيس جمعية الشرطة المسلمين في أمريكا، وأرضى أن أحدث معي لنعلم أنه حتى في قلب طلعة الكفر يأخذ الإسلام. ما فيش قوة على وجه الأرض حتبقى وتمنع الإسلام أبدا. قلعة الكفر أمريكا، هل تعلمون أن عدد المسلمين في أمريكا الآن في أربعين مليون 97 وصل إلى 13 مليون مسلم؟ صحيح ممكن يكون عدد كبير من هذا العدد هناك لا يحرك سافلا، لكنها إسرائيلية نحو كبير والكبير والكبير من الاستفسارات والعلامات. جمعية يقودها قادة أمريكي الأرض أبيض، أنت بس إيه؟ ودار بيني وبينه الجوار الطويل. نقلته للإخوة في خطبة العيد تحتاج الموضوع، ألخصه لحضراتكم هنا بكتابه. قلت له كيف أسلمت؟ وتعجبت حينما قال إني أنه كان تحديثا متعصبا للمصالح. يقول قرأت القرآن أي الترجمة، وقرأت عدد لا بأس به من أحاديث صحيح البخاري، وأسلم زميل لي في العمل أمريكي. يقول فذهبت يوما لأبحث عنه لأمر خاص بالعمل، فقال إنه في المسجد. فدخلت المسجد والذي عليه يقول واجتمعت وأنا على باب المسجد لكلمات الأذان يقول لي لقد هزت كلمات الأذان أعماقي، وشعرت بتغير كثير في داخلي يقول لي لا أستطيع أن أعبر لك عنه لأنني ما تنورت بعضه قبل أن أستدعى إلى كلمات الأذان. يقول من غرق للمسلمين والمجنون يرفعون مع بعضهم ويفسدون مع بعضهم، ويضع اولادي على سبيل العمل والصلاح لا يرد عليه. فلما الحي انحى الصلاه قلت له انا رئيسك في العمل واولادي عليك، كيف لا تجيبني؟ قال لا، انا في الصلاه بين يدي ربي جل وعلا لا اجيب الا الله عز وجل. يقول فاحسست هكذا بسلام عميق في قبري لهذا الدين. فقلت لسيدي ماذا تصنعون ان اردتم ان تدخلوا الاسلام؟ فامروه بالاغتسال مرتفا، وخرج الى صحن المسجد فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وبدا من ان كان يسمى بمايكل فهو كان يسمى بعبد القبور. قلت له ماذا فرضك الى مستقبل الاسلام في امريكا؟ قال الاسلام قوي جدا 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 في امريكا. الاسلام، وارجو ان تدققوا في الكلمات، الاسلام، وانا لا اقول المسلمون، الاسلام قوي جدا 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 في امريكا. فارتبت الحضريه لكلام الرجل ثم قال لي ابشرك بان كثيرا من الامريكان بدأوا يفهمون الآن جديدا أن الإسلام الحقيقي ليس هو الإسلام الشرق الأوسط، وبدأوا يفهمون أن رسالة عيسى هي رسالة
شهادة محمد في الإسلام. قلت له فهل لك أن تقص علي قصة مؤثرة كعضو من أعضاء جمعيتكم؟ قال يا أخي القصة الوحيدة التي أستطيع أن أؤكدها لك هي أن الإسلام يمتلك القوة بالسلطة الأمريكية. قلت له فهل عندك من الإخباريات والأرقام أن تؤكد لي به هذه المعلومة؟ لأنني أستمتع خيرا كثيرا لا في كثير من المسلمين في أمريكا ولكن في كثير من المسلمين ممن يدخلون الإسلام من الأمريكان. فإن قلت له هذه السنة لا يناقش، هذه البدعة لا يجادل، ولقد ذهبت مع بعض إخواني من الشهداء والمشايخ إلى مسجد التقوى لإخواننا الأمريكان من السور ووسط الكعبة يا شباب، لقد احتقرنا أنفسنا بينهم. كان واحد منهم في صلاته خاشعا ينجوك بسبب هذه الأمة. من هنا يأتي الأمل، ومن عند هؤلاء نحصل خيرا كثيرا بإذن الله. يقول لي عدد الضباط في الشرطة الأمريكية في ولاية نيويورك فقط 54,000 ضابط وجندي. يقول لي أصبح من بين هذا العدد ولله الحمد ما يزيد على 2050 ضابط ممن يوحدون الله جل وعلا. وهذا عدد كبير، ليس للعدد البسيط القليل الهجي، 2050 ضابط من الامريكان. ثم قص عليها قصه طريقه ماذا فعلت لها الضابطه امريكيه، وجاءت في اليوم الثاني تلبس الحجاب، جاءت الى العمل بالحجاب، فقال لها عزيزتها ما هذا؟ قالت لقد اسلمت. قال لا حرج لذلك، لكن اقلع هذا الثوب. قالت لا، وعبدت المرأة بقول عجيب، اتمنى ان تستمع اليه كل متمرسة في دين الله. كلمته الى الاسلام، قالت ان الله هو الذي امرني بالحجاب ولا توجد سلطة على وجه الارض تملك ان تنزع عني هذا الحجاب الا بأمره. كلمات عجيبة. قلت له أود منك أن توجه ثلاث رسائل، الرسالة الأولى للأمريكان، والرسالة الثانية للمسلمين في أمريكا، والرسالة الثالثة للمسلمين في مصر. فقال أما الرسالة الأولى للأمريكان هي إننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد، إنه فهم دقيق عليم. ولا عجب فلقد قال الرجل قسيسا اننا نود ان يعلم هؤلاء اننا نسل عيسى ونؤمن بعيسى ونسل مريم عليه السلام وعلى عيسى ونبينا افضل الصلاه والسلام. اننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد. قلت وابدأ رسالة للمسلمين في امريكا. قال اقول لهم لا تصبروا ولا تتعجلوا فانه لا يتحقق شيء ابدا 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 بدون الصبر. فارتبت الارضية لكان العذر. ثم قال اود ان اقول لهم ان اخطا واحد منكم فلا يغلب ان تفزعوا ولا ان تحزنوا فلو لم نخطئ ما اهتدنا الرب سبحانه وتعالى. فاننا نخطئ لنتوب الى الله عز وجل. قلت واود رسالة الاميرة للمسلمين في مصر سانقلها عن لسانك الى الالاف المؤلفة للمسلمين. فقال قل لهم ان باعدت بيننا وبينكم الاف الاميال فإن رحمة الله قد وسعت كل شيء وإننا نحبكم في الله. هذا نموذج أيها الشباب. لقد بلغ عدد المساجد في قلعة الكفر إلى ما يقرب من 2000 مسجد. في ولاية نيويورك فقط 175 مركز ومسجد إسلامي. في ولاية واحدة فقط. حتى في هذه البلاد يرفض الإسلام. ألم يكن ربنا ليظهره على الدين كله؟ إن الإسلام هو دين الفطرة. وإن الإسلام قادم لا محالة. نحن موضع في بعض من العقبات والسجود والعواقب ليظهره على الدين كله. ولو
بشرط ان عدد المسلمين في فرنسا يزيد على 5 مليون مسلم. في بريطانيا المسلمة الاخرى عدد المسلمين في بريطانيا الان يزيد على 2 مليون مسلم، وفي كل سنة يدخل الاسلام من البريطانيين ما يزيد على 2000 مسلم. الاصل بريطانيا ارقام تغشى بالغيب. الاسلام من الفطره كما ذكرت، وهؤلاء ان سمعوا عن الاسلام وعرفوا قوته الحقيقيه جاء كل هؤلاء المسرعين الى دين الفطره، فانهم يعيشون حاله قلق رهيبه. ومن سافر الى بلاد الشرق والغرب ووقف على حجم العيادات القدس من الكل عرف حجم هذا الخطر، فانهم كما ذكرت قبل ذلك قد اعطوا البدن كل ما يشتهيه، وبقي الارض في اعناق ابدانهم تصرخ تبحث عن دوائها وغذائها ولا يعلم دوائها وغذاء الروح الا الله. قال جل في علاه ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ترددا يريد العلمانيون الان بكل قوه ان يخلعوا عنها عباهة الاسلام. يقول لي اخو التركي في هذه الزيارة الاخيرة ان عدد المساجد في تركيا يزيد على 65,000 مسجد، ويؤمن ولي الله انهم في رمضان الماضي كانوا يصلون في صلاة الفجر خارج المسجد كأنه في صلاة الظهر. انظروا الى الطعن والطردات التي تقال على تركيا كلمه. يريد اتباعها كفر الخبيث الهادئ ان يجعلوها علمانيه بعيده عن الاسلام، ولكنهم عاجزون، انهم يرقصون رقصه الموت. لما يرون كل يوم من كذلك ريحان الصلاه وفتيات في عمر الورود يغذون هذا المسجد الاسلامي الهائل، لا اقول في مصر ولا في بلاد المسلمين بل في انحاء العالم كله. اننا والله نرى العجب العجاب ونرى الخير الكثير، هذا مما يكون الله سبحانه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد من حديث حذيفة في اليمن هو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يغفرها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يغفرها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون غنى مع الله فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يغفرها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يغفرها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. اسأل الله ان يعدل بها وان يوسعنا بالعيش في ظلالها، وان لم يقدر لنا فاساله ان لا يحرم ابناءنا واولادنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث ثوبان ان الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى جوالد الارض فرأيت مشارقها ومغاربها اسمع، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جعل لي منها. أتصدقون الصادق؟ الحديث في صحيح مسلم إن الله تعالى جوادي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جوي منها. لمن يأتي؟ لمن القلوب؟ هذا التنفيذ سيزيد المسيح خذلانا وتزيد اليائس والقانط قلوبا ويأسف. الرسول في احلى الحلقات والحسنات
والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الامر. في هذه الاوقات حتى لا يسير الغائب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والمؤمن على غنمه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين واعلموا علم اليقين لان كل ابتلاء يزيد الاسلام ضلالا ويزيد المسلمين قوه ويخرج من الصف من انكس في صفوف المؤمنين وقلبه مملوء بالكتاب وببغض رب العالمين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. اذا عجبا لامر المؤمن ان الله كله له الرجل وليس ذلك الا للمؤمن. ان اصابته الضراب سكره فكان خيرا له وان اصابته الضراب صبر فكان خيرا له. وفي الحديث الذي رواه احمد وابو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين واقر الحاكم الذهبي وقال الالباني بل هو صحيح على شرط مسلم من حديث سمين للتاريخ ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يبلغ الله بيت مدن ولا وطر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. ومن دليل ما قاله المفكر الشهير سنجل يقول ان للحضارات دورات فلكية فهي تغرب هنا لتسرق هنالك وان حضارة اوشكت على الشروق في اروع القوى الا وهي حضارة الاسلام الذي يملك وحده اقوى قوة روحانية عالمية نبوية. ايها الاحبة والكرام والله والله ما تبقي الا ان ترتقي الامة الى مستوى هذا الدين وان تعرف الامة قدر هذه النعمة التي دل بها عليها رب العالمين وحملها هذه الامانة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان تعرف عليه في عنصرنا الثالث والاخير بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام ذكرت لحضراتكم في اول اللقاء ان ما وقع للامه وقع وفق سنن رباتك لا تتبدل ولا تتغير ولن تعود الامه الى عزتها وسيادتها الا وفق هذه السنن التي لا يجري معها تعجل الاذكياء ولا وهم الاصفياء. اذن محال ان ينصر الله عز وجل هذه الامه وارجو ان تدققوا في الالفاظ محال ان ينصر الله جل وعلا هذه الامه وهي خاجله لدينه. ما لابد ان تنصر الامه دين الله لينصره الله ولينصرن الله من ينصره. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم امنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. لابد من تحقيق هذه الشروط وهذه الضوابط ومن ثم فانه لابد ان نقف جميعا على بنور هذا المنهج العملي
الواجب التنفيذ، وهذا هو عنصرنا الثالث والاخير من عناصر هذا اللقاء، حتى لا اشق على احبابي وابائي خارج المسجد في هذا الطريق. على طريق نصرة الله لها ان تعود الامة عودا حميدا الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعودة للقرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا من الامة ولا اختيارا، بل انها عودة واجبة، بل انها امام حق الاسلام وشرط الايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحرموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويلتزموا تسليما. فانني لا افهم ابدا لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله ولا من السنن الربانيه التي لا تخرج عن كتاب الله وسنه رسول الله، لا افهم ابدا ان ينصر الله امه نحت شريعته واستهزأت بسنة نبيه وفتحت الباب على مصراعيه لأندية الليل التي حولت الليل نهارا، وللخمر ولبيوت الدعارة وللسنة. لا افهم البتة لا من قرآن ولا من سنة ان ينصر الله امة خذلت دين ربها وخذلت دين نبيها وانحرفت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فالخطوة العملية الاولى وابدأ بنفسك، وانا ابدأ بنفسي. لا ينبغي ان نعلق كل ما نسمع على غيرنا، فلنبدأ الان ايها الاحباب الكرام. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عند انفسكم، والله هو من عند نفسك ومن عند نفسك. لو تحركت هذه الالاف المؤلمة بين يدي الان وحول كل واحد منا هذا الكلام في بيته وحياته ووظيفته الى واقع عملي وبدء لحياه، والله لغير الله حالها. وانا لا اخاطب هذه الالوف الان من لدي، بل اخاطب الامه في ملاليمها المبينه عبر شريط الكسف. فاننا راينا الاشرطه في الشرق والغرب بالالاف لا بالعشرات ولا بالمئات. لذا فاننا نخاطب الامه كلها عبر طريق الفتح. فليرجع كل مسلم الى الله، الى كتاب الله والى سنه رسول الله، وليعلم كل مسلم على وجه الارض ان شعار المنافقين هو السمع والعصيان، وان شعار المؤمنين هو السمع والطاعه. فاحفظ لنفسك وحدد طريقك ومنهجك. هل تسمع عن الله فتقول سمعنا واطعنا؟ هل تسمع عن رسول الله فتقول سمعنا واطعنا؟ ام انك تسمع وتقول سمعنا واطعنا؟ حدد طريقك من الان. الامر يحتاج الى نفس الاول وراء ان نصدق الله مره. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحصل بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اما شعار اهل الكتاب، الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فاحفظ لنفسك وحدد طريقك ومنهجك. لا بد الان من تمايل الصف. هذا الخبر الذي تحياه الامه لن ينصرها ابدا. لا بد من تمايل الصف. لا بد ان يظهر المنافقون لعوام المسلمين، ولا بد ان يظهر المؤمنون الصادقون. لا بد من التمايل. وهذه الخطه الثانيه سأوضحها الان. فاختر طريقك وحدد سبيلك وحدد غايتك. هل انت مبتسم لامر الله لامر رسول الله؟ شعارك سمعنا واطعنا ام شعارك سمعنا
وأسلمنا وعقلنا وإن لم يكن لسانه. فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالكلام وعمل بالجوارح والأركان. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقع في القلوب وحققته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر لأرواحكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثانيا، إقامة الفوضى الإسلامية هي خطة عملية في بنود المنهج الذي يجب أن ينفذه جميعا، ويبدأ كل واحد منا لنفسه. إقامة الفرقان الإسلامي ليستبين كل أحد سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. مستحيل مستحيل أن تنصر الأمة دين ربها في هذه الحالة من حالات التجدد. فنرى المسلم دار مع العلمانيين، مع المجرمين، مع المنافقين، مع المبتدعين، مع الطائعين، وتراه دار مع المسلمين، مع الطاغين، مع المتبعين. حالة الغرض بهذه، وحالة التجدد بهذه، حالة اللا ولا ولا لن تقيم لله دينا في عقل، بل لابد ان تواري الله ورسوله والمؤمنين، وان تتبرع من كل الشرك بطوله والمشركين على وجه هذه الارض. استغل هذه الاحداث التي تمر بها امتنا الان، واسل امرأتك لاولادك، اصل امرأتك واولادك على عقيدة الولاد والمرأة. هل احضر واحد منا وقال في هذه العشرة الطاهرة وقال: يا ابنائي تنفروا معي قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ وبين لهم عقيدة الامريكان وعقيدة اليهود، وأصبر في القلوب من جديد عقيدة الولاء والبراء. والله لا يصح لك دين، والله لا يصح لك إيمان، والله لا تقبل لك صلاة إلا بالولاء والبراء. نعلم هذا التمنيه. أين الولاء لله ولرسوله والمؤمنين؟ وأين البراء من الشرك كله؟ والمشركين اينما كانوا وحيثما وجدوا، اتحب رجاء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا تجد كان وكذا تعادي جاهدا احبابه؟ اين المحبه لا اخى الشيطان؟ ان المحبه ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فان ادعيت له المحبه مع عبادك ما يحب فانت ذو بهتان. لو تركت الله فيما زعمته لعاديت من بالله والحجر الفوه، ووالدت اهل الحق سرا وجهرا، ولما تعاديهم وللكفر تنصوه. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن لاسرار هنالك تسلم. مباينة الكفار في كل موطن بذا جاء النص الصحيح المقرر، وترجع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم وتر الرجال وتجهروا. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة ابراهيم لو كنت تكره. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفه بن اليمان: فليخشى احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يدري، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم. إقامة الفرقان الإسلامي. ويحصل في ما رواه الطبري بسند صحيح أن النبي دعا يوما عبد الله: إذن عبد الله إذن أبي بن سلول. وقال له: يا عبد الله، هل سمعت ما قال أبوك؟
قال عبد الله وماذا قال ابي في ابي انت وامي يا رسول الله؟ قال مصطفى يقول ابوه ليخرجن الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاجل. فقال عبد الله المؤمن التقي صدق والله ابي فانت الاعز وهو الاجل يا رسول الله. وقلت تسمع ما تقر به عيسى. وانطلق عبد الله وهرب هربان ابيه ومنع اباه من ان يدخل النار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من خالف الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم. لابد من الزمان ايها الشباب، لابد من اعلان الولاد للصلاه ومن اعلان الفراغ لقوه وجوحه وشجاعه. كان حتى لو اصيب رفع راية الجهاد. لا فرص للأمة إلا إذا رفعت راية الجهاد، ولن ترفع الأمة راية الجهاد إلا إذا عادت اتباعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وإلا فعلى أي غاية ترفع راية الجهاد؟ لابد من أن ترفع راية الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل وطنية ولا من أجل قومية ولا من أجل حمية. لقول سيد البشرية من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رابعا لابد من أن نحول الإسلام في حياتنا بأخلاقه وسلوكياته إلى واحد عملي ومنهج حياة. أنا أكرر هذا القول دائما يا إخوة، كلنا شهد للإسلام بلسانه، لكن من منا شهد للإسلام بسلوكه وعمله وأخلاقه؟ إن قولا شاسعا بين منهجنا وواقعنا، بين ما نتعلمه وبين ما نحن عليه من الأخلاق. لابد من ان يحول هذا الدين العظيم الى واقع عملي في بيوتنا، في مواصلاتنا، في شوارعنا، في وظائفنا. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبوا اخلاقهم ذهبوا، وان القول ان خالف العمل بشرت بذور الحصاص في القلوب، كما قال علام الغيوب يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فمرمقنا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لابد من ان تحول الكوادر المسلمه التي تتعلم الاسلام في المساجد بين اهل العلم المتحدثين به، لابد لهذه الكوادر التي فهمت الاسلام بشموله وكماله ان تحول الاسلام على ارض الواقع الى عمل يتهدف نموا وروعه وجلالا بالنمو وروعه وجلال وعظمه هذا الاسلام العظيم. ايها الاحبه الكرام، اننا لا نخاف على الاسلام، لان الذي وعد الابعاد على الدين كله هو الذي يقول لكي يكون ما يكون، وانما نخاف على المسلمين ان هم تركوا الاسلام وضيعوا الاسلام. نسال الله جل وعلا ان يرد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا. اللهم قلب لامه التوحيد امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعز بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم انصر قبور قول المؤمنين. اللهم انصر قبور قول المؤمنين. اللهم احفظ اهلنا في العراق. اللهم احفظ اهلنا في العراق. اللهم احفظ اهلنا في العراق.
وأعوذ بالله أن أكون شطرا أعبر عليه من الجنة والقادمين في النيران وأعوذ بالله أن أكون شطرا.